بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا حبيباتي، كراكم دايرين؟ لاباس إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم جينا معكم روتين إن شاء الله يعجبكم، إن شاء الله ما نطولوش عليكم بزاف. نبدأ لكم في الأول بالكعك. كعك اقتصادي رائع، كاس ما حبة بيض، وانتي درتي هاد الكمية كاملة ما شاء الله، خفيف ريشة، قطني ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه. بسم الله، المقادير: كاس ماء دافي، عندنا زرارع تشينا مرابيه، كانت عندنا مخبيه في المجمد، والليم مرابي تاني، والزرارع زرعت البسباس، حبه حلاوه. هنا عندي مغرفه تاع خميره تاع العجين، ندير معاها مغرفه كبيره سكر، والكاس تاع الماء دافي. هنا نديرو لا حليب لا حتى حاجه، خلوها 5 دقائق تطلع لنا. هنا حبه بيض البياض نديرو في العجينه، والصفا نخليوها للتزيين، والزيت ربع كاس كما تشوفوا، ربع كاس. وهنا السكر 6 مغارف، درت مغرفه في الاول، نتوما على حسب الذوق تاعكم، 6 مغارف كبار، ولا الكاس هذا ماشي معمر، نقص زوج صبع من الفوق. هنا عندي زيت جلجلان محمص وبارد، نرحيهم، انا نبغيهم مرحيين، وانتم تحبوا تخليهم هكا كما تحبوا. نرحيهم كامل، زرعت بسباس وحبه حلاوه، واللي عنده شنان دير الشنان، انا ما كاش عندي شنان، اللي كاين دير. تشوفوا الخميره تفاعلت، نضيف عليها قشور تاع البرتقال والليمون. الزرارع انا طحنتهم في الطحانه، وزدت هذاك ربع كاس تاع زيت، نضيف المقادير ضربه واحده كامل، ولافاني مغرفة صغيرة، نضيف السكر اللي بقى، كامل 6 المغارف، قرصة تاع ملح. هنا نضيفو البياض والصفا نخليوه للتزيين. كعك اقتصادي وبنين ما شاء الله. نحطو الفرينة، نغربلو خميرة كيميائية، كيس خميرة وحدة دايما نغربلوه، وفرينة تاني بالطبع مغربلة، دايما أنا نغربلة قبل ما نبدا نخدم. نزيدو نلمو بالفرينة، نلمو العجينة، تحصلو على عجينة تتلصق، نضيفوه بالعقل حتى تلتم منه، والله هو يطيب ورائحة في الدار هايلة، حتى التشينا والليم والغضاني وكامل والزرارع ما شاء الله، كي تخلطوهم كامل يجوا غاية. نستخدم يدي حتى تلتم لنا العجينة. هنا التمت لنا، تشوفوها تتلصق، تشي يدي بشويه زيت ونسقمها ونغطيها بغيرها في شفاف، ونخليها تخمى لمده ساعه. لو كنتو بلاصه حاميه بزاف وهبطوا لها الخمور، حال مره هبطوا لها الخمور الاولى، نخليوها تزيد تخمر، وعاود هذه الثانيه. تشوفوها طلعت، انا ما كثرتش كميه قليله، نستعين بشويه فرينه ونديروهم حربوش كيما راكم تشوفوها كحرابش، ونخلوهم يريحوا. الاول اللي درناه هنا نخدموا به كيما راكم تشوفوا، نديروهم كعكات هكا مدورين، ونجيبوا المقص نقصوهم كيما موالفين، هذه نتاع تقاليد هذا الكعك. هذه الطريقه الاولى، والثانيه راح نوريكم كيفاش باش ما ديروش حرابش، تحبوا تخليهم بلا ما تقصوا بالمقص ثاني هكا كما رائعين. نقطعوهم كامل كويرات ونديروهم حلابش كيما هكا، دايما العجين خلوه يريح،
حبات تبداو بها خلوها بالعقل. وهادو درت مكويرات كما راكم تشوفوا، درت كيما السفنج باش ما نبداش ندير الحلابش كامل، نجيب نقص نقطع، نفرشو بابي كويسون في الصينيه، نبعدو الحبات ما نخليهم ما لاصقوهمش خاطر يزيدو يخمروا باش ما يتلاصقوش يجبروا وين يخمروا. هنا الصفار البيض انا كانت عندي شويه قهوه بارده، ولا اللي عندها نسكافيه ولا شويه حليب، حاجه اللي كاينه تحبوا تضيفوا شويه لافانيا، درت كما تشوفوا شويه قهوه شويه حليب اللي كاين. تشوفوا الحبات بعدت ندهنوهم على الوجه، اللي تحب ترش عليها شويه جلجلان دير، انا خليتهم كيما هكا، دهنتهم بصفار البيض خليتهم يخمروا، خليت واحد نص ساعه ولا على حسب الكوزينه الا كانت حاميه ولا بلاصه حاميه ولا لا. إلا فاش تخلو نتا ساعة معليش، إلا كانت الحماني نص ساعة ودخلوهم يطيبو، تكون النار مجهدة يطيبوهم لتحت، من بعد ما تشوفوهم خمروا زادو طلعوهم مليح، طلعو عاود حمروهم من الفوق وصحي يكونوا واجدين معانا. تشوفو أنا حنا نحبوهم محمرين، حمرتهم كيما هكا جاو رائعين. شوفو زادو خمروا طلعو غاية، شاهدكم في الجنة، إن شاء الله جربوهم. تشوفو اقتصاديين ما فيهمش كامل هاد المقادير كامل كاينين في الديار. حل معكم وحدة تشوفوها بكاس ما حبا بيضة، تشوف شحال جابلنا غرمتنا ما شاء الله، تشوفو قطنية. اللي ما يبغيش محمر بزاف ما يحمروش بزاف كيما تحبو نتوما. شوفو انا نضغط عليها وهي تولي كيما كانت خفيفة، والله غير ما شاء الله مع القهوة والله غادي تشهي. كعكة تاع الغرب تاعنا، كاش العائلة الجزائرية اللي ما ديروش. هذي تاني هنا كنت وجدت هذا كروكي تاني ساهل، دوك ما حبيتش نطول عليكم الفيديو، دوك ندير لكم في فيديو بالتفصيل، نوريتكم لقطات. تشوفوا هذا تاني كروكي جا هايل، هذا تخبوه في بورت مونجي يقعد شحال ما يخسر ما والو، حلوة جافة تجي رائعة، بنة شوكولا تاني ولافاني. وهنا الروتين تاعنا كيما راكم تشوفو، هنا الفلفل راه وقتو راه بزاف، خلينا نشوي فوق الفرن في فوق الغاز تاع، نديرو في الكوشة ندخلو نعمرو في الصينية، ندخلو في الكوشة نشعلو من لتحت من فوق ونخلوه، راكم تشوفو يجي ساهل رائع. ندخلوه في الفرن ميديش وقت ويطيب غاية، ونديروه في بورصة تاني. الطماطم راها كاينة خيرات ربي، خدموها خبوها في المجمد ولا استخدموها ديرو بها بيتزا ديرو بها، استهلكو منها بزاف، نقصو من الطماطم كونسونطخي هادي خير صحية. تحبو تخدمو بها كاتشب، فاش نهار نخدم معاكم كاتشب، هنا اليوم نخدمو صوص طوماط. طماطم راك تشوفو نقيت لها نحيت لها كامل البلايص تاع هذاك، وقصيت عليها حبه بصل كبيره وراس تاع ثوم، نحطوها في الكوكوط حتى الطماطم قصيتهم على زوج، كل حبه على زوج، ودرت البصل حبه كبيره بصل والثوم، ندير لها خمسة هاد المغارف تاع زيت ونحطها على نار هادي ونبلع عليها الكوكوط، ما ندير لا لا ما لا والو، الطماطم تطلق الماء تاعها. هذا روتين ندير لكم مقتطفات. هنا الفلفل درتو في بورصة كما تشوفوا غذائية، خليتو عرق، شوفوا راه هاكا يجي ساهل التنقية. وكي تجيو تنقوه، أنا قبل ما نشويه غسلتو ومسحتو عاد دخلتو شويتو، ما تدخلوش في الماء، تشويه بصباعك تما القشر حطو في صاشية ويديكم ديرهم في الماء. هذا ما كان تشوفوني نقي من جهة ونحط، وبسمعي تقص من جهة نقصوه مربعات كما نقولو نديروه دايما. تحبوا تخبوه في المجمد، تحبوا ديروه في بورت مانجي صغار من تحت، كل نهار تستاهل كل كمية اللي على قدر العائلة.
خاصة تاني الفلفل الأحمر إن شاء الله كاش نهار نخدمه معاكم. هنا الطماطم تشوفوا كي بلات يعني هكوكوط 10 دقائق وتفيتلها، واللي ما تبلعش الكوكوط تخليها نص ساعة طيب على خاطر على نار هادية. تشوفوا الطماطم تلقت الماء تاعها. نتوما أنا كنت درت لها ورقة تاع رند، نتوما تحبوا تزيدوا التوابل شوية تاع الفلفل الأحمر باش تجيكم حمرا ديرو طحنتها بغاميكسور، هاي طحنتها وتشوفوا. نتوما تحبوا تزيدوا التوابل زيدوا، أنا كي نجي نطيب بيها تما نزيد على الحوايج أخرين. نحمرتها في المغرف، درت في لي بورت مونجي، جمدت شوية وخليت شوية قدر ما نحتاج في هداك يومين ولا باش ما تخسر الكمش في الثلاجة. يكونوا البورت مونجي معقمين ونقيين وكامل. هادو تدابير تاع الصيف، هادو حوايج تاع الصيف خبو منهم. هنا تاني مقتطفات، هذه سلطه يما مشي نجمو سخانه كامل ما يقدروش ياكلوا تليت لي حامي، نروح نطيبوه بالحمص والدجاج وكامل كيما الطعام. هنا سلقتوه في الماء والملح، قطرتوه مليح، كان عندي شويه بقايا تاع الدجاج. هنا زرود يا رابيتا، هادي ولادنا يحبوا ياكلوا هاد الحوايج باردين، سلطه بارده دجاج تاني بارد. ديروا الخضره اللي كاينه كامل الخضره. هنا حبة ليم نقطعها على زوج ونعصرها كاملة. ندير معاكم المقتطفات على بالي كامل اخواتي يعرفوا يديروا هاد الحوايج. مرة نديروا الروز نسلقو، مرة مقارون، مرة هذا التليت اللي سلقته هنا. الملح ديروا على حساب الذوق. الليم دائما صفوه بالصفاية بشكل عظام ما يطيحوا لكمش تما. الزيت دير زوج معارف، اللي تحب زيت الزيتون ديرها صحيه ما مليحه، واللي ولادها ما يبغوش ريحه زيت الزيتون ديروا زيت المائده. وكثروا من السلطات، ما كاش كيما السلطه كامل هاد الحوايج. وزينوها كيما تحبوا نتوما، ليكم الاختيار. ديروا مايونيز، ديروا اي حاجه اللي يحبوها ولادكم، المهم ياكلوا يشبعوا نعمة. اللهم احفظها من الزوال والحمد لله. هنا مايس تاني شللته مليح، شحال من مرة نشلو، قطرتو زدتو. ورا وقت المايس تنجمو ما ديروش معلب، تنجمو تسلقوه وتقطعوه وديروه في السلطة. زدت الطماطم، حاجة اللي تزيدوها مليحة. فلفل تاني قطعت شوية شوية، درت شوية تزيين بسيط. كل مرة نوعوا لولادكم فرحوهم، العين تاكل قبل الفم. والان ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.